رجعنا لكم مشاهدينا مع فقره ديجيتال وورلد الفقره اللي بتحكي عن كل شيء بيتعلق بالتحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثه موضوعنا لليوم بيحكي عن اهميه التكنولوجيا الحديثه بالكشف تشخيص ومعالجة مرضى السرطان مع ضيفة الفيزياء الطبي دكتور إبراهيم دهينة أهلا وسهلا فيك بأم تي في أهلا وسهلا فيك يعني. بدنا نحكي شوي هيك الفيزياء الطبي هيدا معلومات لألي أنا تزيد النولج لأنه ما كتير بعرف شو يعني الفيزياء الطبي وكمان المشاهدين لنكون هيك عم نفوت بصلب الموضوع شو يعني الفيزياء الطبي؟ بكل بساطة الفيزياء الطبي هو بيستخدم آه، تقنيات الفيزياء والمبادئ الفيزيائيه لتشخيص وعلاج السرطان <applause> فالفيزياء الطبي هو بيكون آه، لينك بين التكنولوجي تبعت الفيزياء ليستخدمها بكشف وعلاج السرطان يعني دور الفيزياء الطبي بيكون برات الهوسبيتالز مش بقلبهم ما عنده دور مع الدكتور او لا مع أكيد الحكيم بقلب العمليات يعني هو بيعمل مع مع حكيم سرطان الراديشن انكولوجيست او حكيم الراديولوجيست لتحسين صور الاشعه <applause> فهو بيكون من ضمن الفريق العمل لعلاج السرطان اللي هو الطبيب الميديكال فيزيكس والتقنيين واكيد في النيرسز لا اللي يعملوا علاج السرطان بشكل كامل. يعني ادواركم كلها بتكمل بعدها. 100%. بدنا نحكي شوي عن دور الذكاء الاصطناعي، كيف قادر يمكن يكشف او يشخص آه المرض، مرض الكانسر. 100%. آه بالنسبة للذكاء الاصطناعي بس لنعرف المشاهدين انه في كتير تعريفات للذكاء الاصطناعي وهلا صارت دارجة كل شيء في ذكاء اصطناعي، يعني التليفون موجود فيه ذكاء اصطناعي. الذكاء الاصطناعي بكل بساطه هو بروجرامز نحن بنعطيه داتا هيدي الداتا هو بيخزنها كل ما نعطيه داتا اكثر كل ما بيكون صحيح. عنده قدره على استيعاب الداتا وبرمجتها وبعدين يعمل التقاء بين هالداتا وبيطلع لنا نتيجه هذا هو الذكاء الاصطناعي من هالمنطلق ها دور الطب على صعيد القطاع الطبي، على إنه فينا نحن مثلاً خلال بتصوير الطبي فينا نستخدم الذكاء الاصطناعي بإعطاء صور واضحة أكثر. للمرضى عن الورم وهيدا لما بيعطينا صوره واضحه عن الورم نقدر نحن نشخصه ونعطيه العلاج المضبوط تشخيص ونح... المبكر نعم. المبكر. نعم فالذكاء الاصطناعي كمان بعلم الانسجه اذا بدنا نحكي نحن المرضى لما بيعملوا خزعه بنبعثها على المختبر طبيب الانسجه بيدرس هذه الخزعه وبيشوف بيقارن شو نوع مرضى السرطان الذكاء الاصطناعي بيقدر يساعد الطبيب الانسجه بشكل اسرع انه يحدد نوع الكانسر موجود لنقدر نعمل له علاج طيب كيف بيتم تحسين نتائج علاج الكانسر وهل في اي تطورات كيف قادر يساعد هون الذكاء الاصطناعي نعم الذكاء الاصطناعي بما انه هو بروجرامز ونحن بنستخدم بالعلاج الشعاعي بنستخدم مكانات حديثه وهذه المكانات الحديثه بتستعين بالذكاء الاصطناعي لحتى نعطي علاجات مظبوطة بوطه منها انه بنعمل تريتمنت اوبتمايزيشن اوف تريتمنت بلان معناتها انه تحسين ال ال البلان الخطه العلاجيه للمرضى صح فالذكاء الاصطناعي بما انه عنده معلومات عن مرضى سابقين، لأن إحنا بنفوتها على البروجرام، سو بيصير عنده داتا بيز كثير قويه بيقدر يعطينا خطط علاجيه جديده بطرق حديثه، نحن بنقول مثلا للبروجرام انه نحن بدنا ناخذ نعطي 100% دوزاج على التيومر ونحمي الاعضاء السليمه، صح. فهو بيصير بيعمل حسابات رياضيه وفيزيائيه داخل البروجرام بشكل سريع بما انه عنده الداتا بيطلع لنا نتيجه انه التيومر بيحصل على الدوز العالي لحتى نقضي على السرطان نعم وبالنسبه للاعضاء اللي حوالين الورم يتعرضوا لاشعه اقل وهذا بيعطي مضاعفات اقل وبيعطي نتيجه افضل للمرضى صح بدنا نحكي شوي عن الاثيكال كونسيدريشنز بما يتعلق باي اي نحن في عنا بيانات للمرضى المرضى يلي هن اكيد معهم كانسر كيف فينا نحمي هالبيانات 100% او شو دور هون اي اي مظبوط، الاي اي هو كمبيوتر بروجرام ما بيعرف كثير بالسوشيال اكتيفيتي او السوشيال لايف الحياه الاجتماعيه للناس يعني بعطيك مثل انه في مستشفى كان سنتر حاطين اول ما فتحوا مركز العلاج الشعاعي للسرطان الناس بطلت تروح لهنيك او خافت فاضطر المركز يشيل كلمه السرطان، فهذا شيء اجتماعي بعدنا نحن مجتمعنا شوي ما بيتقبل كلمه سرطان او بيقولوا المرض البعيد من هون، سو الاي اي ما عنده هيدا التفرقه، ما عنده الشغل الاجتماعي، وثاني شيء الاثكس <applause> الاثكس يعني في بعض القوانين اللي بتحطها وزاره الصحه لكل الاطباء لحتى يمشوا عليها، الذكاء الاصطناعي يمكن ما يقدر يستجيب يستجيب لها او يطبقها، فهيدي هون مثل نقص عند الذكاء الاصطناعي، ثاني شيء انه الناس الثقه، هل بده يوثق المريض انه يعتمد على الذكاء الاصطناعي بعلاج لتشخيصه او آه. للكشف او لمعالجته مزبوط هون بعد في بعد في آه يعني مثل جابس انه هل المريض ما عنده ثقه او الطبيب ما عنده ثقه وتالت شيء يعني الـ الـ هلا عم بيصير في اكيد عمليات بالروبوتكس وبالذكاء الاصطناعي على الحيوانات كيف يعملوا استئصال مثلا يعملوا العمليات تاسف. بسيطه مم. بس هل ممكن اذا بتسالي حال حالنا هل مم. انا بدي اعمل عمليه هل بقدر اطبق هل هل هالتكنولوجي انها تعالجني علي مزبوط هلا هي ممكن تكون ناجحه بس بعد في خوف لدى الناس بعد ما في يعني اطمئنان فينا مم. نقول لانه كل ما نعطيه داتا للارتفيشال انتليجنس كل ما بيكون بيعطينا نتائج اكثر بدنا نحكي شوي عن الهيلث كير بروفايدرز اللي هن اكيد عم يستخدموا هالهاي تكنولوجيز لمعالجه المرضى كيف قادرين يضمنوا انه هالهاي تكنولوجيز اللي عم يستعملوها هي اكسسبل وافوردبل للبيشنتس مزبوط آه هون آه يعني في القطاع العام والخاص مم. القطاع العام اللي هو الدولة لازم آه آه تقدر تأمن آه يعني هذا العلاج لكل المواطنين بالدولة والقطاع الخاص لازم يتعاون مع الشركات آه اللي هي بالتكنولوجيا بالتكنولوجي وهدول الشركات لانهم عم بيعملوا دراسات وعم بيعملوا ابحاث فممكن آه آه الـ كلفة العلاج تتحملها هدول الشركات والقطاع العام. تكون أوفر يعني؟ مزبوط. من خلال استخدام. مية بالمية وفي طرق تانية لأنه الارتفيشال artificial بيعتمد على التكنولوجيا الموجودة ممكن نخفف من الستاف. يعني بدل ما يكون الـ 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 الستاف موجودين في بالمستشفى فينا مثل تيلي ميديسن نبعث الصور للحكيم يكون هو ببيته او يكون هو آه يو نو اون فاكيشن يشوفها على التليفون للصور ليتاكد اذا مزبوطه وبيعطينا الاوكي سو so هيدا بيساعد انه يخفف من التكلفه يعني من خلال الذكاء الاصطناعي العمليات الطبيه عم بتكون اوفر اسرع واهون واهون نعم واوفر على المريض, المريض. نعم بدنا نحكي شوي عن استخدام الاي اي بالعلاج بالعلاج الاشعاعي نعم. هل هو موجود بلبنان؟ اكيد اكيد آه، بلبنان آه، الحمد لله يعني رغم بعض هجره الـ الـ الكوادر الطبيه من لبنان بعده لبنان سباق بالمديسن وفي اكيد بلبنان ما يقارب 13 سنتر علاجي للاشعه واغلبهم بيستفيدوا من الذكاء الاصطناعي لعلاج السرطان مهم. منها مثلا بعلاج البريست كانسر اللي هو سرطان الثدي اكيد المريض بيكون عم يتنفس عم تتنفس فهذا التنفس اذا نحن عم نعطي الاشعه وهي اشعه غير مرئيه مه. عم نعطيها للمريضه هلا بتنفسها عم بيت عم بيتحرك الجسم سو so في آآ يعني حل له انه بنوصل هيدا المكنه اللي هي اللينير اكسلريتر بنوصلها بشيء سيستم اسمه آآ آآ بيعطينا دراسة للشهيق والذفير للمريضة بحيث أنه بس يوصل اللفل على التيومر المكنه بتدور بتعطي الاشعه بس يصير التيومر او الورم بعيد عن المجال الشعاعي بتوقف المكنه فهذا استخدام نعم. استخدام ذكاء صناعي لحتى نعطي الاشعه مباشره على التيومر. الدكتور ابراهيم دهينا ان شاء الله نقدر اكيد من خلال التكنولوجيا الحديثه نقدر نشخص المريض نكشف عن مرضه ونقدر نعالجه مبكرا ان شاء الله اكيد وان شاء الله هالتكنولوجيا اكيد توصل للبنان ونقدر نعمل التوعيه الكافيه عن هالمواضيع اللي هي بتتعلق بالتكنولوجيا ونكون عم ننظم اكيد برامج تدريبيه لا نقدر نفرج النتيجه الصحيحه ونقدر نعالج اكبر عدد ممكن من مرضى السرطان انا بدي اتشكر حضورك معي اليوم دكتور ابراهيم دهيني مشاهدينا فكرتي لليوم خلصت انطروني كل ثلاثه بموضوع جديد بيتعلق بالتكنولوجيا ومع ضيف جديد بريك نرجع لكم